أنتم تحسبون يا جماعة أنه لما يدفن العبد من شروط أنه ينزلون الملائكة يذهبون هؤلاء الناس؟ لا، تخيل أول ما يغلق القبر، خلاص أول ما يغلق ينزل منكر ونكير خلاص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإنه الآن يسأل. تحسبون أسئلة الملكان من ربك، من نبيك، ما دينك، أنها سهلة صح؟ تشوفونها سهلة عادي، سهلة ما في شيء صح؟ لكن بقول لك حاجة، تخيل أنك في غرفتك تفعل معصية من المعاصي، ثم دخل عليك أبوك فجأة وقال لك: ما اسمك؟ ستقول: اسمي ما يمدك تجاوب، فما بالك بالقبر، وتسأل في مكان توك جاي فيه. أنت حسب أنه هذول الملائكة اللي راح يسألونك لابسين عمامة أو لابسين ثوب أبيض وغترة بيضة ولحية؟ لا 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 لا، تحسب بيجونك كذا عشان تقول إيه الإسلام إسلام؟ لا لا، ما في.